لكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا أشجار. هذا فرج جزار في عنده معلومات مهمات ومفيدات لازم بيروح كاراكون. ايوه لسه بيقول لي معلومات ما معلومات اقا عمي انا معلومات يوك يعني يوك. لا 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 انت في معلومات. ليش انت بتعرف شيء يا ابو الفخر؟ الله وكيلك يا مختار ما بعرف شيء هو عم يتبلاني. يا اكيد ابو ادهم لسه مو دريان بسرقه دكانه ابو صلاح، لانه لو كان دريان كان حكى. ايه وإذا دري يعني ما أنا رحت ورجعت وما حد اشتلى علي، تركت صبحي نايم ورجعت ولقيته لساته على نومته، يعني السرقة ومشي حالة. بس غلت هالخانة اللي أخدوها مني هالكلاب، وهلأ إذا سألني عنها شو بدي قله؟ شان اللقي هون العافية يا شباب لكم العافية. شرفوا. سلام عليكم. ليه وسهلين. يعطيك العافية خيي بدر. شرف استريح. زيدك شرف، والله مستعدين شوي وأني بدي تحسين ابن عمك. خير شو بدكم منه؟ القصة إنه في سرقة بالحارة. سرقة شو؟ هذه يا خيي مسروقة دكانة أبو صلاح. شو هالهدي؟ مثل ما قلت لك خيي. وليش بدكم تحسين؟ رئيس الكراكون بده يعمل تحقيق مع كل أصحاب السوابق والزعران. فمشان هيك يعني، وأنت بتعرف يعني قصة نصري لسه ما انحلتش، فبده تحسين. ومين قالكم انه ابن عمي حرامي؟ يمكن يكون عنده شوية زرنة ما بقول لا، اما حرامي عيب او شدعان عيب. بقى الله يرضى عليك لا طلعوا قصيت علينا بنوب. لك يا خي يا ابو ادهم، رئيس الكراكون مصر بده اياه. ايه مو على كيفه رئيس الكراكون. روح قل له عقيد الحرم ما في بعيلته حرامية، واذا ثبت شي على تحسين وقتها الكم حق تحكوا واللي بدكم اياه بيصير. بفهم من الحكي انه بدكش تسلمنا اياه. ابو شدعان اسمعني منيح، تحسين مانو هون، وانه سلمكن اياه بقضية سرقة ومو ثابتة عليه لا تحلموا فيها. وبالنسبة للنصري بكره بيجي بيسد حقه. ايه يعطيك العافية. الله معك. تفضلوا.
لك شو حاطط لي ليف؟ شو بدي بالليف انا؟ وقموعه كمان؟ يا سلام، لك إلى ايش هالكركبة هي؟ كانت الدنيا عتمة وليل وكنا عم نحط على ابو عماها، المهم المصاري ابو قالوش، المهم المصاري قد ايه طلعوا؟ طلعوا 10 مجيديات وخمسة ابو المية وثمان برغيث. يعني إذا قسمناهم على ثلاثة قد ايه بيطلع للواحد؟ ليش على ثلاثة؟ على اثنين ابو حجار، على اثنين. تحسين؟ ما فشرت عينه؟ شو صبري؟ طول شيخ الكار ليجي؟ لا ما عاد ليجي أبو سعيد، لأنه مشوارنا بعيد وإذا تعوقنا ما رح نوصل حرستا لبعد المغرب. طول بالك أبو عبدو، وصل المشوار ولا بيجي. ها ليك وإجا شيخ الكار. السلام عليكم. عليكم السلام. لا تأخذونا يا جماعة، تعوقت عليكم شوي. قهوة جاهزة؟ جاهزة معلم. يا الله كم معلم في برا يا أبني؟ أربع معلمين معلم. كم يجير معهم؟ خمسة جمال. طيب جهزوا طلبية أبو لطفي؟ جاهزة. ومين أول معلم وصيل؟ أبو سعيد الحرستاني. طيب خليه يفوت، وانت وصل على المشغل شوف شو ناقصوا الخيط وأيدون، لأنه ابني عبده مسافر اليوم على بيروت مشان يجيب خيطان. روح لبرا. أمرك معلم. أبو سعيد الحرستاني، شحني يا أبي شحني. خليه يجيره برا. فوت وخلي يجيرك برا. الله يسعد لي الصباح معلم. اهلا بالمعلم ابو سعيد، اهلين وسهلين، تفضل استريح. مبروك يا بشخت الكار معلم. الله يبارك بعمرك ويقدرني على خدمتكم. الله يديمك يا سيدي. صب القهوه يا صبري قبل ما تروح. امرك معلم. بدي اسالك ابو سعيد. تفضل سيدي. اجيرك قديش صار له بالمصلحه؟ والله يعني شي ست سنين. لا والله المعلم بالاول. لا يا ابو سعيد انت ضيفنا، تفضل. بدي اسالك. تفضل معلم. شو رايك فيه؟ والله من الناحية الولد شغيله وضايع. كويس. ولقط المصلحة منيح؟ لا يا معلم، لو ما لقط المصلحة منيح ما تشجعت أنا وجبته لعندك مشان تعطيه الرخصة. دخلك؟ وشلون أخلاقه؟ من هالناحية لا يكن لك فكر بنوه، الولد مثل ما قلت لك أبضاي وزكي وأخلاقه عالي، وفوق هالشي مسكين يتيم. وأمه صار لأكثر من سنة عم تلحقني حتى أجيبه لعندك مشان تعطيه الرخصة، وأنا عم مطمطة حتى مليت إيدي منه عن مزبوط. وأمه كثر ما أنا فرحانة، الله وكيلك إجت معنا مشان تشوفه. ماشي. تكلنا على الله ونعمة بالله. يا مو خليك رجال بس تفوت لعند شيخ الكار، ما تلبك قدامه. لا يا مو ولا يهمه. دير بالك خالي، دير بالك، يعني اذا ما اخذت الرخصه اليوم من شيخ الكار راحت معك سنه كامله. يا مو بتعرف قديش ضايقنا حالنا حتى اشترينا لك النول والعده، وخالك الله يخلي لنا اياه رح يعطيك الدكانه مش هتحط النول فيها. خلاص يا مو قلت لك لا تخافي. وندرن علي يا نصار، اذا اخذت الرخصه اليوم ونجحت الخميس الجاي راح اعمل لك مولات. ويا سيدي انا علي المضمينه والمطعم، يعني للضيافه كلها متكفل فيها انا خالي. الله يديمك خال، الله يديمك ويطعمك الحجه ان شاء الله. نصار تعي يا ابني. يا مو نصار رايك الكرسي قبل ما تفوت، روح ربي يرضى عليك، ربي ينور بصيرتك يا حق. روح شد الهمه خال. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت شو اسمك يا ابني؟ نصار عمي. وقديش عمرك يا نصار؟ 16 سنة عمي. اوف، مو صغير على الرخصة يا ابو سعيد؟ لا سيدي الله يخليك، والله تأنت المصلحة المضبوط. اسكت يا ولد، ما بتحكي ليس لك معلمنا شيخ الكار. حاضر عمي. ابو سعيد هلا انتم مختصين بالملايا بس مو هيك؟ اي نعم سيدي اي نعم. ايه يا ابني، انت شو بتعرف يعني تشتغل من الملايا؟ كم نوع يعني؟ كلها معلمي كلها. اها هذا شوف عدلي. الملاية الحرستانية والملاية الدومانية والملاية الشاغورية والملاية العربينية والآبونية والعترمانية. أبو سعيد لا تواخذني معلمي حقك علي مشان الله. فضل معلمي، المختار باع الديبو مشان يخبرك أنه دكانة أبو صلاح مسروقة، مشان تروح على اجتماع العضوات عند المختار بعد صلاة العصر. أعوذ بالله، دكانة أبو صلاح مسروقة؟ هيك عيو ولدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لأبو صلاح ما بيسهل. ماشي روح شو شغلك. أكيد بيقول ما بيسلم هرامي، هذا كلام مش معقول أفندم، أكيد غصب عنه بيسلم تهسين هرامي.
روينا حضرت الشاويش وعود لنتفاهم، الله يخلي لي اياك. مختار افندم، هذا كلام ما بيصير، مش مقبول. حضرتنا بيقول حرامي لازم كلاتشات، اكيد بيقول لا. ومين قال لك انه ابن عمه للعقيد حرامي؟ يعني في اسبقيات بالسرقه؟ اسبقيات يوك، بس في كم واحد نفر زعرانات بحارتكم مختار افندم، وهذا الفلد تحسين كل يوم في مشكلات، كل يوم كل يوم كل يوم في مشكلات. امان يا ربي امان. يا حضرة الباشاويش هدول من عيلة عياش، وهي العيلة طول عمرها حامية الحارة وحارستها. بعدين اش كان صاحب الرزق كله ما له متهم حدا ومتنازل عن الدعوة؟ ليش حضرتك بدك تتبلى تبلي؟ الله يسلم التم يا مختار. يا حضرة الباشاويش، أنا مالي متهمه ولا لي متهم غيره. وإذا الشغلة وقفت على ابن عمه لأبو أدهى، يا سيدي أنا متنازل عن حقي من هلأ. الله بحييك يا أبو صلاح. وطالع الشباب هلأ من هالحبس، وإلا ما يجي يوم ونعرف مين الحرامي. لا 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 لا، في سرقات لازم تحقيقات. لك شو بدك تجننا حضرة الباشاويش؟ إذا كان صاحب المال متنازل عن حقه، لك شو بنا؟ يعني ما في سرقات ولا بدنا تحقيقات؟ ها؟ هذا كله كلام مفهوم مختار أفندم، بس أنا في مسؤوليات. ماشي شباب، أبو زادي سبقوني على الحارة وأنا هلأ بالحارة. شرفوا خيي، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه حضرة الباشاويش، شلون لقيت لي المشمشات اللي بعثت لك اياها؟ مش تمام؟ تمام افندم، بس قليل شوي. خلص ما تكلم، هاليومين ان شاء الله بأمن لك سحارة تانية. انت كريمي مختار افندم، انت كريمي، بركة ترسل، بركة ترسل. ومو بس هيك، شايل لك ديك بلدي على كيفك. اوه شباش شباش، تشكرات مختار افندم، تشكرات اذا ريم. هات ايدك لشوف. بتأمر حكيم. صباح الخير عمتي. يسعد صباحك يا عمتي. تفضل. الله يسلم هديات عمتي. اوعك استنيت تنسينا من الامر الدينا. ليش في بالعاده انساكم تقبرني؟ والله الحقيقه انتو طول عمركم مفضلين. فضلنا على حالنا. خلص لي هلأ حاجة للتوعجن عمتي، ما رح تجوزي له وضح بقى. لكن شلون؟ إن شاء الله بفرح فيك وفي بيوم واحد إلهي وأنت جاهي. عمتي إلا لأمك تروح تدور لك على شي بنت حلال من الحارة، والله عنا كل بنت بتطير العقل. والله يا عمتي أبي وأمي مو تاركيني بحالي، بدون يجوزوني وأنا مالي رضيان. ليش لك عمتي؟ يا عمتي أمي بتجوزني بنت خالتي، وأبي بتجوزني واحدة من قرايبينه، يمكن بنت عمي أبو عبده. انت عمك ابو عبده؟ ايه، كتير بنت ظريفة ومعدلة ومتقنة ما بها شي. وانت ليش مانك رضيان؟ هلا انا بيني وبينك حاطط عيني على وحدة من فوق كتير، بنت بكوات يعني. يو بكوات؟ ايه بكوات. ليش انا باخد حيالي وحدة يا عمتي؟ اساسا مو طايقة للحارة كلها لحتى اتجوز وحدة من الحارة كمان. لا لك عمتي ما بصير تحكي هيك، هي حارتنا وأهلنا وناسنا هدول، والله ما خلق بحلاوة بنات حارتنا وتقانتهم وحشمتهم. إيماني متجوز بنتك إذا بدك تطيري للسماء. شو هالحكي؟ كتير منيح، عبارم عليك. يعني إن شاء الله عجبك معلم؟ لا بيته معلم، ويمكن بعد سنة الأخر ياخذ متشخة الكار منا. استغفر الله معلمي، العين ما بتعلى عن الحاجة. وهلا رح نبحثك عن نول، وإذا نجحت بتكون أخذت الرخصة وصلت معلمي. تفضل. ها؟ طلع نصاير. إيه والله بينته ضحكان. يا الله. بشر خال، بشي الحال، عجبته لشيخ الكار، عجبته كثير. يعني نجحت؟ إيه ما نجحت، بس ضل عليه الفحص عن نول. إذا بتعرف شيء اللي مشان لفلف الموضوع على ستر وسلامة. جماعة الكراكون اجوا لهون بدهم اياك وما رضي يسلمك، وانت بتعرف ليش؟ بعرف عقيد، لانه ما بيهون عليك انه نحب الظلم. مو بس مشان هيك، نحن يا تحسين بهالحارة من مئات السنين، وما حدا قدر يجيب معدلنا بكلمة، ولا بحياته واحد من بيت عياش راح الكراكون مشان سرقة. عم تفهم منيح؟
مشان هيك مستعد ادفع اللي فوقي وتحتي ولا يطلع علينا هيك صيت. ده يا عقيد كل شيء الا السرقة. وين قلت لي بدك تروح؟ رايح اشتري شوية دواعي. روح الله معك لا تتأخر. وينك؟ ناكل مرة قدام الكركون بمسكوك. أمرك عقيد. يا صبحي الله يسامحك يا أبو حدو، هذا حبك إلي؟ ولا كنت أقول لحالي إنه الحب يلي بتحبني يا ما في زلمة بحبه لمرته؟ طلع كله كذب بكذب. بس والله أنا بحبك، بحبك واشتقت لك. صار الله أيامك يا شهيرة. بس والله مو ذنبي. لك شو طالب إيدي ساوي؟ أنت غلطتي معي. وأخوك يعصي فيكي. لك شو طالب إيدي؟ لازم أحكي مع فهد. بكفي حاجتنا بقى. خليهم يتربوا هن الاثنين حتى بحياتهم ما عاد يعيدوها. خليهم يعرفوا ان الله حق وانه الحرمة وجوزها لازم يكونوا صندوق مسكر ما حدا يعرف شو في بيناتهم بنوب. اي والله هلا ابو ادهم طلع شهم هالمرة وفوقها نسي يسألني عن الغلة. بس ما عم يدافع عني كرمال عيوني، عم يدافع عني مشان سمعته وسمعت العيلة. بس الشي اللي محيرني إنه شلون بديعة ما حكت له ولا جابت له سيرة؟ معناتها هي وجوزها خايفين مني وما عم يسترجوا يحكوا. دي ما زال هيك لنمر نعمل لنا نظرة قبل ما نروح على المزرعة. بس إن شاء الله يكون أبو جلدة بدكان مانو بالبيت. أخ بس ما أدهم غير حرصة. والمشكلة إنه السلم قصير وما بيطول على حيط أبو أدهم. لازم دبر لي سلم تاني، وإذا التاني بيطلع قصير بوصلهم ببعض وبطلع. اي والله شوف انت بتنهش القلب. بس منين بدي اجيب سلم؟ يا علي شو عم تغلي غلي من السخونه يا مو دلال؟ دلال يا مو يا مو ابعت شكري خلتنا دلق بيجي. اي يا مو برضاي عليكي اوام اوام. دلال حبيبتي شغلتك بسيطة عمي. يلا عمي وين يا بي؟ يا بي خير يا بي؟ شو في اختك صاير لها شي؟ ايه يا بي تعبانة كتير وامي بعتتني اندهلك. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ابو محمد وين محمد؟ خير ان شاء الله. شو عمي وين راح محمد؟ والله ما بعرف، اجت بنت صغيره لعند منه قالت له انه اخذها تعبانه عم تركني وراح. شوفت عينها مشايتي لساتها على الصندوق. ايه ولا يهمك ولا يهمك انا بكمل لك. الله يخليك جازيك انت. شو؟ ايه ولا يهمك بسيطه شغلتك عمي. بسم الله. وهي شو صاير كنت درجي يا ابو فخري؟ ايش بدنا نساوي يا ابو رضا؟ ابو محمد مسكين على بنته تعبانه رقد رقيد عنده والاخ بده مشايته بده يمشي. بارد العرسوس شرب لك كاسه عمي تحسين؟ وقتها بارد العرسوس. ما دام ابو جلده ملتهي بالدكانه نروح نبلغي انها بشي شوفي. جاء أبوك يا ما شبه هذا لا شبك يا ناني عم تغلي غلي
يا مو دلال يا لطيف هاتيها هاتيها لشوف لوين اخدها لوين اخدها يعني لبرا بدي خليها تتروح هلا شوي مالك شايفتيها مثل النار اخري هيك يا ابي اخري هيك يبعد الحمار ان شاء الله يا ربي دخيلك مسكي مسكي هويلة انا صغيره هويلة ان شاء الله انا ولا انت يا دلال ان شاء الله انا ولا انت يا بنتي ما بدها وقف يا ابو شرار يلا على الحارك يا ربي دخيل اسمك دلال يا امو دلال ايش وجابوا هاد لهون هلا كان بدكاني يخرب بيته شو صاير جني يا والله اجت عينه بنص عيني وعمل حاله ما انه شايفني إلا كان الزلمة خايف لأنه غريب ومقطوع وما له حدا إي والله ما يفتح تمه بحرف لقصت له لسانه وطعميه للكلاب شو برضا سكرت له الدكان أبو محمد إيه سكرته إيه الله يجزيك الخير عمي اسمعني أنا لاحق ماشي رح سكر دكان تروح لهنيك إيه يا أبو محمد السلام عليكم أهلين أهلين أبو نجيب شو أخبارك الحمد لله الله يخليني ياك شو قصر معيتي شايف مسكر وين سيد راسي أي مشغول راح شوي يعني إذا رحت عنده على البيت هلا بلاقيه سيد راسي لك عمي عمال لك مشغول بتروح لعنده على البيت كمان لك يا شبك عم تتخلى شبك كل ما عم ينحكى مع حدا بهالحالة فوق من النفعه يعني إن شاء الله أنا مستعجل خلصني فتني والله لا يوفقك يا أخبارك سرقة وبحارة عياش والله بعمره ما صارت يا صبحي دا يا ابني مرادي انا رايح الحارة مشوار صغير وراجع طلع الفرس واربطها قدام الخان ولبسها العدي وتمرها حاضر اللي مشيها بالميدان حاضر علي خطه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بدي انا ولينا شوية مي يا ربي دخيل اسمك يا ربي دخيلك لك عجلي لك شوي شو صار معي؟ سحني اجيت ابن عمي حطي له مي بلكي بتبرد له شوي دلال يا مو دلال حبيبتي مين؟ انا عمك ابو رضا ايه يلا مين يا بي؟ عمي ابو رضا ابو رضا خدي هالصغيره وخدي البنات وفوتوا لجوا يلا تقبريني تقبريني يا دلال شرف ابو رضا شرف يلا 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 يا ستة طمني شلون صارت بنتي ان شاء الله احسن اخ يا ابو رضا والله ما عم تتحسن بنوم بنوم لا حول ولا قوة الا بالله فوت عجل جيبها فوت لوين بدنا ناخذها؟ بدنا ناخذها لعند الشيخ جوهر اوام عجل الله يرضى عليك امري لله رح اجيبها اللهم لا اسألك رضا قضاء يا رب والله بديعة حلوة وصغيرة ليش ابي تركها؟ ظلموا لأبوك وعطوه من الجمل إدنه يعني يا مو أنا إلي حق عند أبو أدهم وشاهر أي يا مو إلك حق وأبو أدهم مو فارقة معه عامل عقيد على الحارة وحط إيده على الخان وتجوز حرمة مثل القمر وبنت عيلة وتركك للتعتير والشقة يا حصرتي عليك لا وشاهر وأخوه أخذوا الطاحونة ولك هدول أولاد عم هدول يا مو هلا مقدام حلوة قال حلوة قال لك قديش شفت نسوة باسطنبول وبيروت والشام ما لقيت أحلى منها ولك يبعت لحمة شو حلوة هلا يا مو ليش نسوة الحارة ما بيجوا لعندك لأني أحلى منهم وأحسن منهم لما نجيت على الحارة أنا ما كنت غطي وشي قام عمومك تخانوا هنن وأبوك بس هو لا سأل عنهم ولا رد عليهم وبعد ما مات أبوك الله يرحمه جبتك واجيت على الحارة قاموا خلوني غطي وشي غصب عني وخلوا نسوان الحارة يقاطعوني لا حدا يفوت لعندي ولا فوت لعند حدا
تحسين؟ يا مو تحسين؟ تعال سقيني دمعة مي. تشرب السم الهاري إن شاء الله. يا مو ما بدك تجيب لي الحكي؟ بعدين بجيبه، هلا ماني فاضي. عجل لك شوي محمد، عجل شوي الله يرضى عليك. يلا بريدون لا توقفوني بريدون، هات عنا محمد. لا والله يا عمي شو بدنا، الله يوفقك. هات هات يلا عجلوا 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 الشيخ شو عم يعطرنا. يلا قولوا يا رب. يلا والله شغله بتحط عقلي كف، من لما عيد على الدنيا ما بتذكر مره صار السنه بهالحاله. عدم المؤاخذة مختار، يعني انت وسألت ابو صلاح له عداوة مع حدا، خلافات حزازات؟ سألت يا ابو لطفي، الرجال ما له مختلف مع حدا. الشغلة كبيرة كثير، الناس شو بدها تقول عن حارتنا؟ ما فينا نحميها من الحرامية؟ يلا يا عمو يلا قوام على الغرفة يلا. حاضر يا عمو. امسك ايد اختك يلا قوام مشان ما ترتفحوا. بركة شافتني وقالت لأبو أدهم والله بياكلني أكل. بلاها بلاها، لك شو بلاها؟ قال بلاها قال، بعد ما جبنا السلم وربطناهن ببعض يطلع تعبنا فاشوش. اطلع أبو شرار اطلع اطلع وقوي قلبك. بدي اوقع 100 وقعة بس بدي اشوفه هيك. بطموش مردوخ شمردوخ شمردوخ، العجل العجل ساعة ساعة، عجل عجل ساعة ساعة. اسمع يا ابني. ايش يا اخي؟ البنت متأذية لأنه دايسة على ولد من أولاد الجن، مشان هيك أذوها. طيب دبرهم شيخي دبرهم، وشو ما بدهم نحن جاهزين ما بيتدبروا معك. دبرهم انا بدبرهم، ما في شيء ما بدبر معي. بدك تجيب دجاجة سودا. شو دجاجة سودا؟ وخلد خلد هذا ابو عمايا يلي بيحفر تحت الارض وما له عيون. ايوه ابو عمايا، وبتجيب لي 4 مجيديات وبشي 3 براغيت بالضمين وراح. ايوه اي لا ما خلص فهمت. الخلد بتذبحه وبتدهن له بدنه بدمه، وبتجيب لي 4 مجيديات والدجاج السوداء والبلضمينه والريحه لحتى اعمل لك صلح مع ملوك الجان. بسم الله بسم الله. لا تسمي لا تسمي لا بيهربوا. شيخي منين نجيبوا هذا الخلد والدجاج السوداء؟ انتوا حاولوا تدبروهم، واذا ما تدبروا معكم انا بعتكم لعند واحد بسوق التبن بيعمل لكم اياهم. بس جيبوا شي دجاجتين 3 سود، وحده بجوز ما تكفي، وان شاء الله ان شاء الله ملك الجان يرضى يسامح ملك الاحمر. شمردو العجل العجل الساعه الساعه. لا حدا يسمي، شو عم نغني بالطاحون؟ يا سيدي الملك الاحمر، يا سيد الملك الأحمر كرمالي كرمالي، بدك سامح 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 سامح. هذا الملك الأحمر حضر زعلان كتير لأنه بنتك دايسة على ابن أخته. الولد اللي دايسة عليه بيكون ابن أخته. وشو قال لك شيخي؟ وعدني إنه يسامحها بس ما تعيدها مرة تانية.
العمى شو ماله هون؟ لا لا أكيد هون، بس هاي حرمة مدللة أميرة بتضل بأوضتها مشان الشمس ما تحرق لها وشها. يا تحسين يا مو صباح ديري بالك على أختك قبل ما أغسل الغسيلات. إيه يا مو؟ لا أنا تضرساني هون. جمال هاد لك أنا بحلم ولا بعلم؟ ولي الله ستر إن ما شافتني. بس شو هاد؟ لا لو لا لو يا بلالة سمر عيون غزالة أميري يا سمراني. ولي على قلبي على الصوت أحلى من صوت الحساسية. لك انتي اوطى منه، من لما جبتي وجيتي على الحارة ما شفنا منكم الا مصايب. لكن لو تطلع لسابع سما لاجيبك يا واطي. علي ابو اسرار، علي ابو اسرار، علي ابو اسرار، يا علي ابو اسرار، الان وشي بدك اكيد تاخذها المال وتعيط لك. نجيبه لك ابي شو يا ابي ولك نجيبه كان في مربوط هون جاب جاكيت وينه؟ والله ما بعرف يا ابي انا ما شفته. والله لا يوفقك شو ما شفتي انت يا صالحه اخذت المربوط من هون؟ شو انا يا ابي؟ لك ما اخذت المربوط من جبت الجاكيت؟ لا والله يا ابي ما اخذته. الله لا يوفقك لك مين اخذه؟ ها ما في غير امكم. هي امكم صاحبه الزمه الواسعه وليد الطويله. لك شبك شو في؟ منجيب المربوط اللي كان بالجيبه انت اللي اخذتيه؟ ولك يا ضلالي شايفني بالزور عم اقوم على رجلي رح اخذ لك برغوت من جيبتك؟ لانه بعرفك ضلاليه وايدك طويله. ولك الله لا يوفقكم، الله يقصف عمركم قصف لحتى ارتاح منكم. ولك ذهب احمر عم اصرف عليكم، ذهب احمر. ذهب قلت لك ما حدا قرب من اواعيك. بعدين قلي انت امتى بتشلح اواعيك؟ اي ما بتشلحهم الا اذا تغسلت لك مره بالسنه وبتحطن قدامي. ايه سكري على الباقي، سكري على الباقي. يا بينا جيبي الله يرضى عليكي، انزلي على الداكونه ناوليني الغربال، اكيد البرغوت بيكون واقع بين الترابات تحت العريش. يلا يا بينا ناوليني يلا يا بينا. هلا بدك البنت تغربل لك كل هالترابات مشان برغوت؟ ومو عجبك البرغوت ست زبي؟ طبعا لكان حضرتك تعبانه في لي. يلا يا بي يلا نجيبي يلا حبيبتي يلا يلا ناوليني. يا الله لا يوفقك عني عم تعملوا فيني بهالحريمات. الله لا يوفقك. فوتي يا مفوتي يا رب. والله وقفتكم معي ما لح حساب حياتي. انت فضل يا محمد شو الحكي؟ عفوا. لا يا محمد الناس بعدها شبك انت شو عم تحكي؟ لك سعيد ذكرت وينها؟ شو هاد مصاري؟ لا والله فخري، لا والله معي والله كافيني من خير. شو رقم محمد؟ ان شاء الله فكر عم بعطيك صدقه. هدول حقك عمي مسين. لك من وين لوين حقي عمي؟ لك شو نسيت الزبون اللي تركته بدكانته؟ لك ايه والله كان في زبون تركته بالدكان وما كملت له تصليح المشايه.
كيف اخذت منه البرغوتين؟ ايش بنسيان انه انا بعرف صلح سرامي عمي، كملت له التصليح واخذت منه برغوتين. ايه يا محمد، مشان الدجاجه والخلل انا العصر اللي مر على سوق التبن جيب لك اياهم معي ان شاء الله. كتر خيرك يا ابو. يلا سيدي هون يفوت على البيت. السلام عليكم. كتر خيرك ان شاء الله. عافيه ان شاء الله. جبار يا كريم يا رب. ابن عمي شو مشان ام محمد؟ اني محمد؟ ام محمد مرت لسكافي. شو بقى شو قصتها؟ ذكريني. تعود لاحكي لك. اوف شو الشغله بدها قعده؟ اي والله بدها قعده، تفضل. شرفي. يا صبحي. مر معلم. وين سقلاوية؟ تحسين اخذها. وين راح فيها؟ والله يا معلم ما بعرف، سألته وين اخذ فرس العقيد ورايح، قام قال لي انت ما دخلك. من زمان؟ من شوي معلم. روح شوف شغلك، روح. ماشي. روح. وابو رضا راح يجيب لنا الدجاجة والخلل بعد صلاة العصر اذا الله راد. الله يبعدهم عنك يا بنتي. بديعة؟ شو ابن عمي؟ قبل ما يجي ابو فخري مشان ناخذ دلالة عند الشيخ جوهر. ايه. انا ما كنت واقف بهي القرنة. ايه كنت واقف هون، ليش شو في؟ لك شو شو في؟ كاني لمحت تحسين عم يتناوى علينا من فوق الحيط. مزبوط هالحكي ولا عم يتخيلني مخيله؟ لا شو عم يتخيلني مخيله؟ شفته بعيني. انت ما شفتي؟ لا ابن عمي ما شفته. بديعة تحسين له بالعاده يتناوى عليكم؟ طول بالك يا رجال، هذا واحد مشراني وما بدي اياك تعلق معه. أنا عم أسألك بتجاوبيني بدون لف ودوران، بيتناوى عليكم؟ والله أنا وهالبنات محرومين من الطلعة على أرض الديار كرماله. يعني عم يتناوى عليكم؟ إيه ابن عمي، ومن يومين ثلاثة كان رح ينزل على البنات. شو؟ وعم أقول لحالي لشو هالبنات حاطين على راسهم؟ وحضرتك وين كنتي يا خانم؟ ابن عمي كنت عند أم نصري وأم شاهر، قلت لك. امسكي هالبنت لشوف سناوليها. يا بنات لا تخلوا ابوكم يطلع من البيت. ولي امسكي كرمالي كرمالي لا اطلع من البيت. الله يوفقك يا ابو محمد. لك والله لا اذبحه والله لا اشرب من دمه، ولك بيصير معكم كل هالشيء وما بتقولولي. والله خفنا عليك، نحن حريمات وما لنا غيرك وانت وحداني. الله يخليك، بوس ايدك. خفتي علي؟ ولك خفتي علي؟ شو مفكرتيني حريمه ولا وحداني ومقطوع وما لي حدا؟ ولك نحن بعائلتنا في كل واحد بياكل راس الحي اكل. يا بي الله يخليك تطلع من البيت. يا بي ابوكم يموت بكرامته اشرف لكم بكثير ما يعيش ذليل. والله لا اشرب من دمه والله. يا بي الله يخليك يا رجال، احنا لمين بدك تتركنا؟ دلال مين بده يحكمها؟ روح الله لا يوفقك يا تحسين يا ابن فريد. يا الله لا يوفقك، الله لا يخليك. شو؟ يا باطل، كل هالشي عم يصير بحالتي وأنا مو دريان؟ وليش ما قلتي لي قبل هلا؟ ليش أنا عم شوفك مثل العالم والناس أو عم بقدر أحكي معك؟ زي هيك. يا مو روح احكي لخالي أبو أدهم. وهو هيك روحي يا مو ناوليني هالملاية. وصلت مواصيلك لحرمتي يا واطي، والله لا اسحب قلبك من بين اضلاعك يا ندل. لك شو جابوا المختار لهون بس ما يكون دري بالقصة؟ يا فضيحتك يا ابو ادهم. ابو ادهم اهلين مختار. شوف عقيد، ترى طفح الكيل معي كلمتين ورد غطاهن الله يرضى عليك. اذا ابن عمك تحسين بشوفه بالحارة بدي افعصه برجلي قدوده. تأمر مختار، اللي بدك اياه بيصير. تفضل لشو. ما شفته للواطي، بس وين بده يروح؟ وين ما راح مرجوعه لهون. الله لا يوفقه، الله يقصف عمره. لا تقول الله يقصف عمره، قول يا الله يرجعه لأذبحه واشرب من دمه. غربني منيح لك ابي، غربني منيح. الله لا يشفعكم خير. وين بده يروح البرغوث يعني؟ ما لقيتيه؟ والله ما لقيته يا ابي. لك شلون تحكي وجهي شو بدك ابي؟ الله لا يوفقكم. وين البرغوث؟
بعجبك على الفصول الخايسة تبع ابن عمك، مو شي بيهز البدن وبينومي ساعة عقيد. معك حق يا مختار، معك حق. معناتها مو بس على عفاف عم يتناوى أهل واطي. بشو عم تفكر؟ عم فكر بكلامك عن الواطي وبالعملة اللي عملها مع حريمات المسكين، يخرب بيت قلبه. لك مرته للإسكافي كانت مرت أبوه، يعني مثل أمه. لا تزعل مني يا أبو أدهم، هذا الواطي رح يوسخ سمعة عيلتكم، مشان هيك لازم يتقلع من الحارة. وانت قلتها مختار، لازم يتقلع من الحارة. وعيلتنا بإذن الله رح تتبرى منه ورح تهدر دمه اليوم قبل بكرة. لا مو مستاهل القصة لهالدرجة يا أبو أدهم، مهما كان بضل تحسين ابنكم. أنا فكري يعني نقلعوا سنتين ثلاثة هيك فركة إذن، بس نتأكد إنه عائل منرجعه. أنا راح اجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بموضوع تأليعته. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. شلون يعني ما في لزوم؟ لأنه تحسين ترك الحارة وهرب. شو عرفه؟ أخذ الفرس وهرب فيه. أنو فرس؟ السقلاوية. هلا السقلاوية راحي وانت مبرد دمك وعاطت اجر على اجر لك يا عقيد؟ شو بدك يعني ساوي مختار؟ بعدين ما بعرف وين راح فيها. لك شو ما كان، المفروض نجمع كل قبضايات الحارة ويروحوا يدوروا عليها ويخلوها من تحت الارض قبل ما يبيعها او يتصرف فيها الواطي. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. ابو ادهم شو بنا؟ لسه كل شغلة بتقلي ما في لزوم ما في لزوم. لانه السقلاوي ما بركبها غير خيال واحد مختار. ولو هلا بتلحشوا لتحسين ترجع لعندي. شو نسيت كم واحد جربوا يركبوها بميدان الخيل وتلحشوا وترجع لعندي؟ معك حق، هي كانت رايحة على بالي. يلا وين يا مسهل؟ بدي روح على ميدان الخيل قبل ما تغيب الشمس. بس بدها نحن لازم نجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بتقليعة المنحوس. طيب لازم نقول لهم شو عملنا بالحريمات. لا يا رجل، هدول بنات شرفها وما بصير نجيب سيرتهم على لسان حدا. يا سيدي بنقول لهم عملنا دالي وبس. سقلاوي رجع تأكيد. ها شو قلت لك؟ الأصيل بيضل أصيل. وبيرجع لعند الأصيل. ايوه. السلام عليكم. الله معك. يا ميت أهلين وسهلين أبو رضا. يا ميت أهلين وسهلين أبو فخري. تعرف يا أبو فخري، صدقني كنت مفكرة غير هيك. شلون يعني يا أبو رضا؟ يعني وقفتك مع أبو محمد ولهفتك عليه وقلقك على بنته خلوني غير نظرتي فيك. شيء ليش؟ شو كانت نظرتك فيه يا عمي؟ كنت مفكر انه قلبك قاسي وما في جنس الحنيه. لا وليش بقى يا سيدو؟ يعني شنو انا لحام بدبح خواريف يعني؟ لا مو هيك، بس من كتر ما كنت تضايقه وتتمسخر عليه وتقول له ابو جلدي. بيني وبينك انا كنت معروس منه كتير. يعني انا كنت معربن عند ابو نجيب على الدكانه اللي اخذها هي. قام اجا هو دفع له برغوتين زياده وسفقها مني. ليش هو بيعرف انه انت مرعبين عليها؟ والله انا ما بحطه بزمتي، بس ابو نجيب قال لي انه بيعرف ودفع له برغوتين زياده. اي بيعظم هالرقبه انه ابو نجيب واحد كذاب ومحتال، وقال لحاله بعمل هيك بركي ابو فخري بيعطيني برغوتين زياده نكايه بابو محمد. لك والله ابو نجيب بيعملها، انا ليش ما خطرت لي الفكره؟ يا ابو فخري انت عندك الدكان، والله ما انعم عليك وميسر لك امورك. ما شو بدك بالدكان الثاني؟ لك انا كان قصدي يعني في زباين كتير غربتليه بتجي على الشام بدها تاكل وتشرب، واحد بدها ياكل وهي لحمه وكذا، بحط فيها طاولتين بعدوا عليها بطعميه وبصقيه وبارك الله. هذا كان رايي يا ابو رضا. يا اخي الله الرزاق، الله يرضى عليك يا ابو فخري. بدي اياك تصفي نيتك تجاه ابو محمد، لانه الزلمه تقي وقلبه لله. بعدين وينك؟ لا تصدق ولا كلمه بيقول ابو نجيب، لانه هذا واحد مثل ما بتعرف معبوده البرغوت، ما عم يعمل هيك لحتى يشوف مين فيكم بيدفع أكتر. هلا بيني وبينك أول مدة كان قلبي معبى منه كتير لأبو محمد، بس يعني هيك مع الوقت لما عاشرته وشفته قلبي صفي من ناحيته، وخصوصا بعد ما مرضت بنته الله يعافيها. آمين يا رب الله يعافيها. وحسيت إني أذنبت كتير بحق الزلمة، قلت لحالي لازم أوقف معه وأرقد معه بهالمرضى، بركي رب العالمين هيك بيطلع بوشنا وبيسامحني وبيغفر لي. إن الله غفور رحيم أبو فخري وبيسامح الجميع. ونعم بالله ونعم بالله. عيله الله يعافي له بنته بس. يا رب يا رب تشفي له يا رب.